عزيزي المشاهد مرحبا بك في برنامج المسيح الذي لم اعرفه احنا في الجزء الثاني من البرنامج في الجزء الاولاني كنا بنناقش قضايا تخص موضوع نسوت المسيح وفي هذا الجزء بنناقش قضايا تخص لاهوت المسيح موضوع الحلقه اللي هنتكلم فيه النهارده المسيح وقدرته على الشفاء الروحي الله لديه قدره على الشفاء الروحي والمسيح ايضا من خلال احداث كثيره وحوادث كثيره في العهد الجديد مذكوره في الاناجيل هنتاكد انه لديه قدره على الشفاء الروحي وهنحاول يعني نقارن بين قدره الله على الشفاء الروحي وقدره المسيح على الشفاء الروحي ونوصل لاستنتاج نهائي. كل ده من خلال بنفكر في هذه الافكار وبندور حولها عشان نوصل في النهايه لاهم سؤال هل المسيح كان انسان فقط ام ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. معانا ضيف الحلقه بشمنسح حائلي اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومعانا اثنين من الضيوف يشاركونا الاسئله مينا اهلا بيك. وكريستين اهلا بيكي باشمهندس اسحاق نبتدي في البدايه ونسال السؤال شفاء روحي هو ايه المرض أي. وايه شفاء روحي المرض ايه والقصه ايه يعني في البدايه هو معروف طبعا ان الانسان كائن ثلاثي روح ونفس وجسد تمام اتكلمنا يمكن في حلقه سابقه عن الامراض الجسديه وشفنا ان الله بيشفي منها والمسيح لانه والله الله برضه عنده شفى من الامراض الجسديه السؤال اللي بسأله لنفسي وللمشاهد العزيز أيهما أخطر؟ أمراض الجسد وفيها أمراض خطيرة فعلا ولا الأمراض الروحية؟ أو السؤال بمعنى تاني أيهما أهم في كيان الإنسان؟ الجسد اللحم والدم وهو مهم فعلا ولا الروح الخالدة اللي مهيئة للإتصال بالله وبالأمور الروحية وبالأبدية أيهما أهم حقيقة المرض الروحي الأساسي اللي خلينا نسميه علة كل الأمراض الروحية هو الخطية وما حد بيشفي من هذا المرض إلا الله زي ما نفهم من العهد القديم والمسيح اللي هو الله زي ما نفهم من العهد الجديد الخطية هي أخطر بكتير من الأمراض الجسدية الأمراض الروحية والخطيئة بقى بقى يعني ممكن المرض الروح يبقى كبرياء ممكن يبقى كذب ممكن يبقى ايا كان نوع المرض ده فهو اخطر من الامراض الجسديه و... واختم الفكره دي واقول انه اذا كان اي حد فينا قدام شويه صداع ما بيسكتش على نفسه بياخد تعبان بيبقى بياخد برشام مش مرتاح, و... و... مش مرتاح و... تعبان. بيبقى تعبان وكيانه كله مقلوب لب. وبيحاول ياخد برشام واذا ما خفش بيروح للدكتور بسرعه اعتقد ان هذا الاعتناء الكويس مطلوب يتعمل هو على الاقل إن ما كانش اكتر منه قدام الامراض الروحيه الروحي. تمام آه برضو لو حبينا نقرب الفكره اكتر للمشاهد لو قلنا المرض الجسدي والمرض الروحي اذا يعني. اشتد المرض الجسدي النهايه ممكن. هي الموت صحيح اذا اشتد المرض الروحي وانتهت حياه الانسان برضو هيبقى هلاك ابدي اه فاكيد الاهتمام الاول صحيح. يكون موجه للمرض تمام. الروحي اللي هو الخطيه تمام. وطبعا في ناس كتير بتفكر في الامراض الجسديه وبتاخد لها علاج كل يوم يعني, يعني بتبقى امراض مزمنه وماشي على العلاج لكن نادرا ما يفكر في حل مشكله آه. الخطيئة آه. آه دي المشكله بقى. مع انه هيقف قدام الله في يوم من الايام بالصبت. وهيقضي ابديا ليها بدايه وملهاش نهايه ومش ووضع في, في الاعتبار يا تعبان ووضع في الاعتبار حضرتك قلت المرض الجسدي ممكن يبقى شويه صداع بس يقلبوا كيان البني... الانسان على بعضه تعبان. تعبان تعبان تعرف حضرتك بقى ان الامراض الروحيه ليها تاثير سلبي على الحاله النفسيه في كتير من المرات آه. مثلا الشعور بالزمن. آه. شعور بالذنب اه الشعور بالذنب او بعض الخطايا زي الادمان او زي تعدد العلاقات بتاثر في نفسيه الانسان واحيانا بتاثر على صحته زي ما قلت من شويه الادمان مثلا بتاثر على الصحه الجسديه نفسها يعني شوف بقى حضرتك واحد يشرب إيه؟ كحول لغايه لما يهلك كبده مثلاً. مثلاً. او سجاير لغايه لما يدمر رئتين آه. تمام طب انا قبل ما اتنقل واقول ان الله لي قدره على شفاء المرض الروحي ومن خلال أمثلة وآيات في العهد القديم عايزك توجه رسالة للمشاهد اهتم بالمرض الروحي يا رب يعني أنت غلطت وأخطأت في حق الله وملخبط وتعبان ايوه شوف لك حل يعني يعني ببساطة كده وخلينا أقول إذا كان اللي شفنا الحلقة اللي فاتت الحل للأمراض الجسدية تدخل المسيح بنفسه تمام. فالحل في الأمراض الروحية بقى ده ملوش حل غير المسيح لان الكتاب قاطع ليس باحد غيره الخلاص هو الطبيب الوحيد لان ليس اسم كل الامراض الروحيه قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص تمام طيب نتنقل سؤال ونقول الله شاف الامراض الروحيه أيوة في العهد عايزين القديم. ايات في العهد القديم تؤكد ان الله كان لي قدره على شفاء أجيب الامراض اجيب ثلاث ايات الروحية. مزمور 103 مثلا مزمور جميل لما بيقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته يقول في الايه ثلاثه الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك طبعا كل امراضك هنا ممكن اذا حبيت تحط فيها الامراض الجسديه كمان اقول لك ماشي بس هو بكل تاكيد انه بيقصد الامراض الروحيه كمان. الذي يشفي كل امراضك الذي يفدي من الحفره حياتك الى اخر السباعيه الجميله اللي موجوده في مزمور 103. تمام في نبوه هوشع بقى يوضح لك كلام قاطع على الشفاء الروحي ان الرب شايف شعبه في حالة من المرض الروحي الصعبة جدا لكن عنده استعداد في رحمته الغنية ان هو يشفيهم او يشفي ارتدادهم في هوشع ستة يقول كده الكتاب في يمكن في الآية واحد هلما نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه يبقى هنا بيتكلم ان الرب الرب افترس يعني الرب ادبنا بس مين اللي هيشفينا هو هو برضه لما نرجع لما نرجع ليه كالطبيب اللي يشفي الروحيه في هوشع 11 الايه ثلاثة يقول كده وانا دَرَّكْتُ افرائم ممسكا اياهم باذرعهم فلم يعرفوا اني شفيتهم يعني درجته درجته يعني ربيته بدات معاه من الصفر لانه من اول الـ 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 الاصاح ده بيقول لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني مشوار مش وارتويد مع... مشي معاهم دعا شعبه من ارض مصر كل ما دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبعليم وبخلوا التماثيل طب ده انا دركت افرايم ممسكا اياهم بذرو انا ربيته من هو صغير افرايم ده فلم يعرفوا ان شافتهم شافتهم من العبادات الوثنيه بتاعت مصر وغير مصر اللي كانوا غرقانين فيه اللي كانوا غرقانين انا شافتهم. ورجعوا تاني دي؟ بيرجعوا تاني آه. مين اللي هيشفينا هو هو اللي ضرب او افترسه فيشفينا و... نفس الفكره تكمل برضه يمكن في وش 14 بالظبط كده انا لما يقول اشفر تدادهم آه. على إيه الايه انا اشفر تدادهم أحبهم فضلا يعني أنا أشفر قبليها على طول يقول لا, لا يخلصنا الشور لا نركب على الخيل ولا نقول أيضا لعمل أيدينا آلهتنا إنه بك يرحم اليتيم من ليس له قوة من ليس له قوة من ليس له زراع يتكل على رب. يرد الرب في الآية أربعة في آخر هوشة 14 أنا أشفر تدادهم أحبهم فضلا بحبهم فضلا يعني بحبهم لأن أنا طبيعتي محبة آه. بالبلد يعني بحبهم جدعنة هم ما مستهلوش. تمام زي ما انا ما استاهلش وزي ما كل انسان مخلص هيقول انا ما استاهلش بس الرب عنده استعداد يشفي ارتداد من يلجا اليه ويقول له بك يرحم اليتيم من لا قدره له من لا امكانيات عنده يا رب بك يرحم اليتيم يقول لي انا اشفي ارتدادك وهنا كالطبيب الدواء اللي استخدمه هو المحبه المحب اه والمحب دواء عمره ما يخيب صحيح دواء محترم بس عايز تواضع اكيد عشان زي يا دكتور اسحاق اللي بيروح للطبيب اللي في الامراض الجسديه تخيل حضرتك انا مريض ورحت جيت في العياده بتاعت حضرتك مثلا او رحت لاي طبيب في عيادة. وبعدين يقول لي خد الدواء الفلاني اقول له الدواء الفلاني ده شكله مش عاجبني طب انا انت عيان يا ابني انت تاخد الدواء عشان تخف لا انا الدواء ده مش عاجبني وبعدين ممكن اطلع اقول ايه اه الدكتور ده مش قد كده واخد بالك ازاي ينفع الكلام ده طب ما خدتش الدواء و تخيل ان في ناس بتعمل كده مع ربنا لخبطت في الطبيب كمان طب ده ده ربنا بقى يعني لما المسيح يقدم نفسه كالطبيب العظيم اللي بيشفي مش من الامراض الجسديه فقط لكن وهذا هو الاهم من الامراض الروحيه ومرض الخطيه هنجادل تمام تمام آه الله هو الذي يشفي في العهد القديم من ده. الامراض الروحيه آه انا اشفيهم فضلا, فضلا. تمام الكلام كله اللي قلناه الجميل في هوش وفي, وفي اماكن كثيره نتنقل للمسيح امثله واضحه أي. آه في العهد الجديد لما كان على الارض أي. انه شفى امراض روحيه كان على الارض وبعد ما راح السماء ولغايه النهارده يعني شوف حضرتك المراه السامريه كانت مضروبه بضربه رهيبه جدا مرض خطيه تعدد العلاقات آه كان معها خمسه ازواج في يوحنا اربعه واللي معاها مش جوزها كان لك يخ... م. طب ولما كانتش تقابلت مع المسيح كانت هتكمل بقى في اللي بعده واللي بعده واللي بعده لان كل من يشرب من هذا الماء طمع في يعطش ايضا ما ي... يعطش ايضا يزداد عطشه يعني خبال حضرتك يا ريت بس مش بيكتفي آه. ده بيقول هل من مزيد تاني زي الحمى بعد عنك ما يكفيهاش يبقى عايز يشرب ميه يشرب ميه يشرب ميه فدي مساله راي مين علاجها من المسيح م. كانت رايحه في وقت ما فيهوش مستقيات بيطلعوا عشان مش عايز حد يتكلم عليها ولا حد يشوفها وقت الظهيره صح أمين. لكن كانت مش عايزه حد لما عرفت المسيح المسيح شفاه هي اللي راحت للناس وقالت لهم تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعل طب ما دي كانت مشكلتها كل ما فعلت النهارده جايه تقول لهم تعالوا واحد قال لي كل ما انا خلاص خفيت خفيت من الماضي بتاعي و... و... وروعة المشهد مع السامريه إن هي كانت عيانة المفروض تروح للدكتور بس ما راحتش، بس الغريب إن الدكتور نفسه هو اللي راح هو اللي راح لها و... صحيح ويستناها ويتعب من السفر آه وعشان واحدة بالمنظر ده آه حاجة في منتهى الروعة يعني قد يكون المشاهد العزيز آه يشعر إن عنده ماضي معين، آه. أيا كنت رجل أو إمرأة، آه. عزيز المشاهد يعني آه المسيح عنده استعداد يشفيك من ماضيك تمام زي ما عمل مع المرأة السابقة تمام وهي يعني مشكلتها معروف ان هي في البلد اكيد الناس عارفة كلها القصة بالنجاسة. اه النجاسة آه. والرجال وكده وبعدين فجأة هي الأول طالعة تحكي عن راجل طب بس مش طالعة مكسوفة المرة دي لا بس ده مختلف آه الوضع مختلف خالص وتشافت دليل ان هي اتشافت عارف لو ما اتشافتش ما كانتش هتقدر تطلع وتقول ده انا اتقابلت مع المسيح وقال لي كل و... ما فعلت اللي هي آه. كانت بتقلق منه قبل كده اه يا سلام آه عندنا مثلا ده يوحنا اربعه في مرقس الستة في مجنون كوره الجدريين اللي كان نعاد في القبور ويجرح نفسه بالحجاره شوف لما تقابل مع المسيح جالس ولابس وعاقل. يا سلام اه يا ما ناس النهارده بتجرح نفسها بالحجاره بجنون وسط الميتين في هذا العالم ناس بتضر نفسها باللي بتعمله بالشرور اللي بتعملها وبتضر, غير. وبتضر غيرها بتضر باهلها بتضر اولادها وما فيش ولا روبوت ولا اي حاجة, روبوت ولا حاجه ولا قوانين ولا اي حاجه ولا انظمه ولا حكومات عامله اي حاجه طب وبعدين إيه؟ آه. لغايه لما تقابل مع المسيح راح له الطبيب راح له الطبيب العظيم آه. ولما تقابل معاه المجنون بقي عاقل واللي بيجرح نفسه بقي جالس والعريان بقي لابس وادي عظمه اللي بتعمله النعمه واللي عندها استعداد تعمله لغايه النهارده يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد يعني انا في اعتقاد المجنون ان البشر كلها تفقد الامل فيه ولا تعيره اهتمام يمكن يخافوا كمان كانوا بيخافوا يعدوا من المكان ده صحيح والمسيح يركب المركب والبحيره تهج ولغايه لما يوصل مع التلاميذ ايوه وما يشفيش غير ده اه بس ده غالي و... عليه اه اللي فيه كلمه قويه جدا يقول استقبله انسان به روحنا يعني لو حصل في ايه هيفضل في عينيه هو انسان ده كان في قد ايه ده من الروح النجسه آه لاجئون لاجئون فرقه 6000 شيطان آه. بس فضل في عينين المسيح انسان انسان وكان قدر يوصل له ويشفيه وبرضه عايز اقول للمشاهد العزيز انك مهما وصلت بك الخطيه وعمل بك الشيطان انت في نظر المسيح انسان وهو يحبك وعلى استعداد ان يخلصك ويشفيك ويغيرك برغم كل الخطايا برغم يعني. كل الماضي تمام طيب حاجه قصه دي... كمان مثلا شاول الترصوصي. ده كان ارهابي من الدرجه الاولى. ده ده هو قال عن نفسه كده الخطاة الذين اولهم انا يعني وده كلام بالوحي يعني هو فعلا كان الارهابي رقم واحد في العالم. مدل الاجرام مدل الاجرام. آه انا الذي كنت قبلا يقول عن نفسه كده مضطهدا مدهش. ومجدفا ومفتريا. اتقابل مع المسيح في اعمال تسعه في الطريق الى دمشق بقى الرسول بولس اعظم رسل المسيحيه. ايه ده؟ المسيح شفاه. شفاه. شفاء. من مضطهد الكنيسة إلى خادم. خادم الكنيسة طيب أتنقل حاجة تانية ممكن مؤمن يرجع يعني خاطي واحد خاطي ورجع للرب وبقى مؤمن أي. لكن في حتة عنده مش مظبوطه آه في مؤمن حد في اه في مؤمن عنده ياسم. مرض روحي أي. عادي زي ما الخاطي عنده امراض صحيح. روحيه والمسيح بيشفيه. هل عندنا مثال على مؤمن عنده مرض روحي والرب فضل وراه آه. لغايه لما لمسه وطلعه من تحت ايده حاجه مختلفة. في امثله كتيرة يعني عندنا في العهد القديم يعقوب اللي بيتعقب آه. رغباته وشوف ربنا تعامل معاه ازاي، لكن في العهد الجديد المسيح مثلا اتعامل مع واحد زي الرسول بطرس 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 كان عنده ثقة شديدة في نفسه وإن أنكرك الجميع فأنا لا أنكر حاشاك يا رب لا يكون لك هذا بالك أنت يعني دايما هو متقدم في الكلام متصدر المشهد شايف أنه هو شايف أحسن من الرب حتى لو ما كانش يعني يقصد يجرح الرب بالك نصنع ثلاث مظال على جبل التجارة لك واحدة ولموسى واحدة يعني دايما هو يعني متقدم متهجم في الكلام بالك عنده ثقة بالنفس عالية جدا عنده شعور أنه هو لا يعني لا معلش مش أنا مش أي حد يعني بالك فالرب سابه لنفسه شوية أوه. في مشهد المحاكمة والصلاة اشتد بيه المرض نقدر نقول في اشتد الوقت اشتد بيه قال له طيب انت بقى دونا عن الباقيين انت هتنكر انك تعرفني ثلاث مرات وده حصل وخرج بطرس الى خارج لانه كان بيحب المسيح وكان مخلص بكى بكاء مرة بس اتعلم الدرس وخلاص حرم ان هو يحس بنفسه اول واحد ولما جاله المسيح بعد القيامة بيرد نفسه على ثلاث مراحل برضه في المرحله الثالثه في يوحنا 21 وقال له اتحبني اكثر من هؤلاء؟ ما قالوش اكثر من هؤلاء قال له انت تعلم يا رب اني اعزك على قد كده وانت تعلم كل شيء وكل مره كان المسيح يقول له ارعى غنمي ارعى حملاني ارعى اطعم خرافي وعايز يقول له خلاص بطلت تقارن نفسك بالاخرين وتحس بافضليتك؟ خلاص بطلت تثق في محبتك ليا؟ تتعلم بقى انك تثق في حبي انا ليك زي ما بيعمل يوحنا؟ تمام التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يحبه وشوف يا بطرس من هذا المرض يا وحتى لو مؤمن مغلوب من حاجة معينة أيوة. من له ما يفقدش الأمل اطلاقا لأن الطبيب اللي بيقدر يشفي من الأمراض الروحية لا زال موجود وقدرته لم تضعف إطلاقا تمام من خلال الكلام كل اللي قلته الجميل أن المسيح له قدرة مش بس زي ما فهمنا في الحلقة اللي فاتت على شفاء الأمراض الجسدية لكن على شفاء الأمراض, الأمراض الروحية, الروحية هو الله. لأنه هو الله عزيزي المشاهد من خلال هذه الحلقه وصلنا للفكره المهمه جدا المسيح والله من خلال قدرته على شفاء الامراض الروحيه. ارجوك اربط الحلقتين مع بعض الحلقه اللي فاتت تكلمنا عن قدرته على شفاء الامراض الجسديه وفي الحلقه دي اتكلمنا عن قدرته على شفاء الامراض الروحيه. في فاصل صغير جدا هنرجع بعد الفاصل عشان نسمع الاسئله من الضيوف اللي معانا. فانتظرنا وتابع معانا الكلام اللي هيتقال بعد كده. عزيزي المشاهد رجعنا بعد الفاصل هنكمل الاسئله والنقاش حوالين موضوع ان المسيح لديه القدرة على الشفاء من الأمراض الروحية ومعانا الشباب وهنبتدي مع كريستين ونسألها إيه السؤال الموجود عندها إذا كانت الأمراض الروحية أخطر من الأمراض الجسدية ليه كان عدد اللي رب شفاهم جسديا بالألاف والعدد اللي شفاهم من أمراض روحية أقل كتير ومن ناحية تانية ليه يعني المعاناة دي لوحدها بتخلي الواحد عايز يقرب من الله فاذا انا واحد مش مؤمن وعندي الم ده فرصه ان انا اقرب من الله اكتر لكن هو شاف ناس ما امنتش بيه فهو كده رفع عنه المعاناة حتى بعدهم اكتر عنه يعني اذا هم مش هيؤمنوا بيه السؤال من شقين الشق الاولاني ان المسيح شفى الاف رغم ان المؤمنين ما كانوش بالعدد اللي شفاهم من الامراض الروحيه مش بالعدد انا في رايي العكس انا شايف ان المسيح اذا كان شفى الاف من امراضهم الجسديه فهو في الواقع شفى الملايين ملايين. من امراضهم الروحيه. وضع في الاعتبار حاجه ان الاناجيل الاربعه ركزت على معجزات المسيح للبرهنه على امرين صحه ارساليته باعتباره الملك بحسب البشير متى وباعتباره الكاهن بحسب البشير لوقا وباعتباره النبي بحسب البشير مرقس، وباعتباره ابن الله بحسب البشير يوحنا بتثبت لاهوته يعني بتثبت ارساليته وتثبت ألوهيته فركزت الأناجيل على المعجزات والآيات زي ما أشار الدكتور صحيح قبل كده في إنجيل يوحنا بالذات يسميها الآيات لكن هل هذا معناه إن ما فيش آلاف مؤلفة أمنت به سواء في حياته أو بعد ما قام وصعد للسماء وفي أعمال اثنين لما تكونت الكنيسة كان فيه أكتر من خمسة نفس خمس آلاف نفس دول خلصوا ما قرناش عن امراض جسديه كتير في اليوم ده او خالص حقيقه خفت الناس منها لكن 5000 دول امنوا وحل عليهم الروح القدس وسكن فيهم روح الله اذا طابع المسيحيه كمان بعد كده تلاقي الرسول بطرس كان عنده موهبه اخراج شياطين مثلا لكن فين لما زهقته الجارية اللي بيها روح الله اخرج منه لكن هو كان عمال يعمل ايه يروح من بلد لبلد يكرز ويأسس كنايس فلا المسيح والعمل المسيحي بني على ان خلاص النفوس هو الاهم ومعه الرب ما بيسيبش لا الاحتياجات الزمنيه ولا الشفاء الجسدي لكن بيهتم ده بيه كمان لكن الغرض الاساسي هو ده وده يجاوب على الشق الثاني من سؤال حضرتك بقى ان المسيح بعض اللي شفاهم يمكن ما كانوش مؤمنين او ما امنوش بيه هو كان بيحط برهان على صحه ارساليته وعلى لاهوته علشان الكل مش عشان دول بس طب حضرتك ازاي؟ لكن هو كون الناس ما تستفدش طبعا دي خساره كبرى يعني خساره كبيره ان ما اعرفش المسيح وهو عايش في الزمن بتاعي على الارض. وخساره اكبر اني استفيد منه جسديا بشفاء من مرض ما من استفدش منه روحيا، لكن عارفه حضرتك ليه؟ لان كل الناس نفسها تخلص من امراضها الجسديه انما مش كل الناس عايزه تخلص من مشكله الخطيه بكل اسف ودي مشكله. يعني هل حد جه المسيح وقال له خلصت من الخطايا؟ قال له لا متاسف انا اشفيك بس ما أخلصكش من خطاياك؟ حصلش. لكن هي الناس مهتمه جدا تخف من امراضها الجسديه ومش مهتمه بنفس الدرجه انها تخلص من خطاياها، فكانت النتيجه كده. طيب انا اكمل في الفكره دي مش عارف لو كريستين عايزه تكمل في السؤال بس اقول انه في قصه المجنون دليل على اهتمام المسيح بال بالامراض الروحيه اكتر من الامراض الجسديه هو شفاية طبعا هنقولها نقدر نقول جسديا وروحيا مجنون نفسه مظبوط طبعا وبعدين مجنون قال له معاك ايوه فقال له ارجع لبيتك أيوه. وخبر بكم صنع الرب بك ورحمه هو راح راح مخبر في العشر في عشر مدن. مدن. بعد كده هنكتشف ان المسيح زار العشر مدن تاني مع ان كانت اتقفلت في وشه الاول أيوه. لما اطرد وقالوا له لا احنا مش عايزينك الخنازير اللي هلكت لكن واضح ان لما سابوا اتفتحت من خلال عمل الروحي بتاع ده. المجنون فده يدلل على ان الغرض الاساسي للمسيح مش قصه الشفاء الجسدي نعم مع ان ده مطلوب مع واحد زي ابن المجنون الانسان جاء لكي يطلب ويخلص ما هذا؟ يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه يخلص شعب شعب من, من خطاياهم مش من امراضهم في الاساس تمام طب نتنقل لمين ونشوف السؤال اللي معاك في حاجات بيبقى صعب نفرق فيها بين المرض الروحي والمشاء من جهه وبين المشاعر الإنسانية الطبيعية وبين حتى المرض النفسي من جهة تانية أي. يعني أنا ممكن أشوف حد في الكنيسة مثلا عنده حزن بسبب فقد حد ما فيجي حد يقول له أنت لا أنت علاقتك بالله مش كويسة وهو ده سبب حزن الحاجات دي نقدر نفرق بينها إزاي وأنا أقدر أفرق حتى ليا أنا بين المشاعر الطبيعية الإنسانية وبين أن أنا عندي مشكلة روحية سؤال جميل جدا طبعا هفصص له حاجات اول حاجه يا اخونا مينا لازم اخلي بالي من انه انا محكمش على الاخرين يعني انا مين عشان لما اشوف واحد بيكشر او بيبكي او كذا احكم عليه علاقته الروحيه مع الله شكلها ازاي او حتى لو بيضحك او حتى لو مبتسم واخد بالك او حتى ادانا النهارده كده صلاه في ال... في الكنيسه او في الاجتماع صلاه عظيمه جدا ما يمكن ربنا في اليوم ده نافخ في صورته وبعت له مبلغ كبير ولا اداله ترقيه ولا نجح <applause> في امتحان ما كانش عشان ننجح ينجح. ما دي حاجات نفسيه بتخش. ايوه <applause> والعكس صحيح مش معنى ان واحد حزين حالته روحها تعبانه. لا ال... دي نصيحه عامه دي نصيحه عامه ما على الاخرين ما نحكمش بحسب الظاهر. <applause> الحاجه الثانيه لما احكم انا احكم على نفسي. اخلي بالي من حاجه يمكن اشرنا اليها في حلقه سابقه ان الكتاب المقدس اتقال عنه في عبرين اربعه كلمه الله حيه وفعاله وخارقه الى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل مميزه افكار القلب ونياته لما اكون قريب من الكتاب لو انا حاسس ان مشاعري متلخبطه مش قادر افهم دي حاجه روحيه ولا حاجه نفسيه اقرب من الرب ومن الكتاب بالذات الكتاب هيساعدني على التمييز ما بين مفرق النفس والروح يفرق لي ما بين الروحي والنفسي وهبدا اعرف هل دي حاله نفسيه هل دي صدقني بعض المرات يعني الواحد عن نفسه يقرب من الرب بالشكل ده والرب يقول لي الموضوع بسيط انت محتاج تنام شويه <applause> يبقى الموضوع بسيط وانا اللي معقده لا انا تعبت نفسيا من الشغل ولا تعبت نفسيا من البيت ولا تعبت نفسيا من الحاجات اللي احيانا بيتهيالها لنا من الشيطان على فكره او احنا من افكارنا ولا تعبت نفسيا من المشاكل بتاعه المؤمنين لكن انا تعبان محتاج انام لو انام شويه اصحى زي الفل طب زي الفل دي أه ممكن واخد بالك؟ فخلينا نكون احنا قريبين من الكتاب وما نحكمش بسهوله على نفسنا نسيب الرب يحكم. الحاجة الثالثة والأخيرة لازم نفهم إنه الحالة الروحية لها تأثير على الناحية النفسية، آه بكل تأكيد. فالقلب الطيب يجعل الوجه أو القلب الفرحان يجعل حلو. الوجه طلقا طلقا. وبعدين مثلا في مزمور الشركة الحلو بتاع داوود مزمور 63: يا الله إلهي أنت إليك أبكر، اسمع: عطشت إليك نفسي يشتاق اليك جسد. جسدي جسدي تخيل يعني عايز اقول له انا مش بس روحيا برتاح ده انا نفسيتي بترتاح واحيانا اعصابي بترتاح فحس كده ان انا هيه يعني كاني خفيت تظبيط الحاله الروحية الروحية بيأثر على الحاله النفسيه واحيانا بيحصل على الحاله على العضويه الجسدية. نفسها جسديا جسديا والخطيه والانسان المتلخبط احيانا بيصيبه بامراض جسديه فنحط دي برده الـ... تمام يعني اتنقل لسؤال تاني مع كريستين هو في ايه حضرتك قلتها بصراحه عمت عندي اسئله كتير قوي آه حضرتك قلت في ايه بتقول فلم يعرفوا اني شفيتهم يعني هو ممكن انا احصل على الشفاء الروحي وما بقاش عارفه ان انا اخذته اه لا الايه دي قريتها كانت في هوشع 11 آه. لم يعرفوا اني شفيتهم من الـ من الاوثان يعني ده شفاء روحي ما هو شفاء روحي فعلا ما عرفوش يعني ايه الله هنا كان بيتكلم بالتحديد في القرينه بس عشان اشرح الايه كان بيتكلم على شعب اسرائيل وبصصلهم لما كان غلاما احببته وبيبص للشعب كانه انسان كانه بني ادم واحد فبيقول له انت لما كنت صغنن لما كان افرايم صغير هو افرايم ده سبط وبعدين الاباء دول ماتوا من زمان ودول موجودين الاحفاد بس هو بيبص على انه آه انسان واخد بال فيقول دركت افرايم ده انا ربيته صغير قوي بس لما كبروا نسيوا ان انا زمان خففتهم من مرض الخطيه بتاعه عباده الاوثان فقال دلوقتي راجعين يعبدوا الاوثان شفتوا ازاي بقى يعني افرايم موفق بالاوثان في انتكاسه روحيه يعني ممكن إنتكاسة حتى بعض لو عايزه تطبقيها بقى النهارده روحيا اقول ان ممكن المؤمن يصاب بانتكاسه روحيه أو. اه, آه. البرص واحد من الامراض الجسديه اللي بتشيل للخطيه في العهد القديم من ضمن الحاجات اللي يقولها أخت كريستين على الأبرص لما يخف يقول ان اذا كان في واحد مش ابرز بقى اذا كان في دمله دم قد برئت ده مش ابرز بس في دمل وخف على انه يخلي باله ما يكونش فيه تقيح ليه سهل جدا يجيب لانه برص. سهل جدا يضرب فيه برص بعد كده اطبقها على حياتنا الروحيه اقول ازاي اقول ان انا عندي نقطه ضعف وانت عندك نقطه ضعف وانت كلنا عندنا نقطة ضعف في حياتنا من الناحيه الروحيه المفروض اخلي بالي منها الزياده دي نقطه الضعف دي ليه لان اذا ما كنتش حريص ممكن نقطة الضعف دي اقع فيها تاني اقع فيها تاني، يعني ممكن حاجة وقعت فيها في مرة وخدت بالي إن دي نقطة ضعف. طب أخلي بالي زيادة بقى، مش كده ولا إيه؟ المرة اللي بعديها، وأخلي بالي من الحتة دي بالذات. يعني أغسطينوس ما كانش بعد إيمانه بالمسيح يمشي في شارع الخمار اللي في مكان الخمر، ليه؟ طب ما هو أي واحد يمشي إحنا بنمشي في شوارع فيها كل حاجة. مش كده؟ لكن اغسطس ما يمشيش في الشارع ده يقول اللي مش عايز يشتري من دكان الشيطان ما يمشيش في الشارع بتاعه اصل الشارع ده ليه ذكريات عندنا عنده اغسطينوس بس الذكريات دي مش عندنا طب انا عندي ذكريات مش عند اغسطينوس ياخد بالي. اخد بالي انا اخد بالي من نقطه ضعفي ابعد عنها م. بقدر المستطاع علشان اامن ان الدموله اللي قد برقت دي ما يعودش تاني تتقيح وقد تتحول الى برص ونجاسه لم يعرفوا ان شفيتهم سوريا انا م. واضح ان عندك سؤال آه نقدر نقول تنكروا لهذا الشفاء، يعني ساعتها عرفوا انه طلعوا وصابوا الاوسام بس صح. راجعين يقولوا صدق احنا كنا غلطانين ساعتها، زي ما ملك جديد لم يعرف يوسف، أوه. هو يوسف معروف ومعروف تاريخه ومتسجل في السجلات، لكن من الواضح انه تنكر آه ليوسف. آه المسيح بيشفي روحيا. المسيح في الحلقه اللي فاتت بيشفي جسديا. هل المسيح بيشفي نفسيا؟ ايوه اه فين؟ عايزين الايه آه اعتقد له اربعه واضحه آه. اللي هي يشفي منكسر القلوب آه. آه. الاطباء النفسيين كلهم يسكنوا أي. لكن الوحيد يشفي اللي قال عنه القلوب. يشفي القلب منكسر. اللي اتكسر نفسيا ده هو المسيح وما يعرفش يعملها غير الله شوف حضرتك ايوب ده مثلا يعني انا ما اعرفش نفسيته ازاي بعد كده آه. انه يشوف بعد كده اولاده يعني يعملوا تأهيل ربنا يعملوا تاني ويرجعوا وب... انه يجيب عيال بعد كده آه. تخيل. ودي فيها تشجيع لو حد بيسمعنا من المشاهدين وعنده مشاكل نفسيه بالظبط إن, إن, وفي العهد الجديد المسيح ياما عالج ناس نفسيه بقول لحضرتك الابرص المسيح لمس ده عالجه نفسيا قبل ما يشفيه من البرص ده آه. كان ما حدش يلمسه ولا عيلته ونزفت الدم نزفة. عاشت خايفه ومرعوبه وحتى لما خفت جاءت وهي خائفه ومرتعده لانه آه كان بيدور في عليها في قوه مين لمس. وبعدين قال لها عباره جميله قوي اذهبي بسلام مم. البضاعه دي ما كانتش موجوده قبل كده آه بس يلا السلام هديه ليكي ونفسيتك أيه آه بعد كده آه بشمهندس احنا متشكرين خالص من بك. اجل الافكار الجميله والاجابات الرائعه على الاسئله وبنشكر الضيوف بتوعنا آه عزيزي المشاهد آه بنختم دلوقتي الحلقه بتاعتنا المسيح لديه قدره مش بس على شفاء الامراض الجسديه زي ما سمعنا المره اللي فاتت لكن على شفاء الامراض الروحيه والنفسيه زي ما سمعنا في هذه الحلقه آه لانه هو الله الظاهر في الجسد لما كان على الارض قدر يعمل كده واتناقشنا وقلنا امثله كثيرة جدا أرجوك فكر مرة تاني في الكلام اللي احنا بنقوله وفي الأدلة اللي بنبرهن من خلالها ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد تابعنا في الحلقات القادمة قدامنا مناقشات تانية وموضوعات تانية هنطرحها ومهمة جدا فانتظرنا والرب معك